السلام عليكم، معكم عصام الحرش، مهندس في مديرية ديال استغلال الماء وتطهير السائل ليدك الدار البيضاء. اليوم تنتواجدوا في محطة ديال المعالجة القبلية المياه العادمة للساحل الشرقي الدار البيضاء الكبرى أوسيون. هاد المحطة اللي تم التدشين ديالها من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وتم بداية اشتغال بها سنة 2015. السعة ديالها حاليا تتوصل ل 250 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 2.5 مليون نسمة. الهدف الرئيسي ديال هذه المحطة هو حماية الساكنة والساحل من تلوث المياه، كذلك الرفع من مستوى التنوع البيولوجي في الساحل. المياه العادمة فاش تدخل المحطة تدوز من مجموعة المراحل. المرحلة الأولى هي أحواض التهدئة والمعالجة القبلية، ثم يتم الرفع ديالها باش تدوز من معالجة قبلية أخرى ديال إزالة ديال الشوائب الصلبة والدقيقة، ثم إزالة ديال الشحوم وترسبات الرملية قبل ما يتم القذف ديالها عبر واحد الأنبوب اللي القطر ديالو 2 متر والطول ديالو 2.2 كيلومتر في عرض الساحل. سنويا تقوم هذه المحطة بإزالة ما يناهز 1500 طن من الشوائب الصلبة ترسبات الرملية والشحوم.